أعزائي المشاهدين، حيكون في حلقة جديدة من برنامج وجها لوجه. ضيوفنا لهذه الحلقة الإعلامية سهام عبد الغفار، أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا. وأيضا الأستاذ الباحث حسن مندني، حياك الله أستاذ. يا هلا فيك ولد، حياك الله. بداية يعني في هذه الحلقة نبي نخصصها عن الانتخابات الرئاسية المصرية. يعني أستاذة سهام، بداية خلنا نتكلم في موضوع الساعة، وهو مد الانتخابات الرسمية اليوم ثالث. وطبعا أي موضوع يكون للمؤيدين والمعارضين، كيف ترين مد الانتخابات اليوم ثالث؟ هو طبعا ما كانوش مفروض ان هم هيمدوا يعني، بس طبعا اللجنة الانتخابية كان عليها ضغوط جامدة جدا بالنسبة للي هم الوافدين اللي كانوا في محافظات، كانوا بيتصلوا بالقنوات واحنا مش عارفين ننتخب، فكان حسوا ان هم عليهم ضغط جامد يعني، فما كانوش عارفين يعملوا ايه. لو ما مدوش هيبقى عليهم هم يعني غلط، لو مدوا بقى فكانوا محتارين. فوصل الامر ان هم يمدوا يوم عشان بس اللي هم الوافدين. فطبعا الحملة في المشير السيسي اعترضت، وبرضو الحملتين اعترض. فحصل انه اليوم النهاردة الناس كلها برضو نفس النظام، يعني الصبح في شوية تكدس، بعدين شوية وقت الظهر عشان الحر وكده، نفس اليومين اللي سوا، بس زودت في عدد الأصوات. فهي طبعا كانت، انا مش عارفة يعني، هي ما كانتش هتأثر بان هي كانت هتبقى تفيد اكتر الأستاذ حمدين، على اساس ان عشان الشباب ينزلوا، لكن هم الشباب من الاصل اللي كان بيتكلم عليهم الأستاذ حمدين ما كانوش يعني ما نزلوش من بداية. بالنسبة لأنصار المشير السيسي، هم من أول يوم، مش من أول يوم، من قبل، من ليلة الانتخابات بيتين على اللجان. من قبلها يعني، من قبلها بيوم بيتين، اللي هو معروف ان هم أصواتهم للمشير السيسي، بيتين من بالليل، والصبح خلصوا امورهم، اللي اخذ اذن من شغله واللي اخذ اجازه، وصوتوا وراحوا وغنوا وهيصوا ورقصوا ولبسوا اعلامهم وكده، وخلصوا من اول يوم. يعني كل انصار السيسي خلصوا من اول يوم تقريبا. فجاء بعد تاني يوم لقينا ان الدنيا هديت، مش عشان كمان ان هم ما فيش اصوات او ما فيش، لا بالعكس، الخدمه الالكترونيه اللي عملوها السنة دي غير أي سنة، زودوا عدد اللجان، فما كنتش بتلاقي تكدس قدام اللجان. فالناس افتكرت إن زيادة عدد اللجان طبعا أدى العملية تكون حسوا إن 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 ما فيش ناس، بس لا بالعكس، كان في تصويت، وكان في كل اللجان ما راجعنا عليهم أكتر من 50%، يعني المنوفية لوحدها 70%، أقل لجنة، وعلى فكرة أكتر يعني نسبة التصويت أكتر من الانتخابات الرئاسية اللي فاتت. يعني لو إن شاء الله بس بكرة يبدأ الفرز ويكمل، إن شاء الله حضرتك هتشوف إن النسبة الحمد لله كويسة، مش قليلة، لا. بس الناس عندنا يعني متعودوا إن الزحام، لما السنة دي حصل شوية يعني خدمة كويسة، فالناس حست بس يعني قلق. يعني آراء كثيرة تقول لو إن يعني القرار كان متخذ من بدري إنه يكون في 3 أيام بدل أو 4 أيام بدل يومين، أفضل ما إنه يكون في آخر يوم يطلع قرار بمد. حضرتك هنا نفس الشيء حصل، ما إحنا هنا كان يومين بس ومدوا يومين تانيين، يعني ليه الناس ما عملتش كده؟ إحنا مش من يعني قرار المد ده مش في مصلحة المرشح اللي هو السيسي، بالعكس هي كانت هتبقى بتفيد حمدين اكتر، بس هم يعني طبعا حملتين اعترضوا، سواء المشير السيسي او احنا بقول لحضرتك بالنسبة للسيسي خلاص محسومين من اول يوم، اللي هم طالعين يصوتوا له، بالعكس دي كانت هتفيد اكتر اللي هم الشباب اللي برضو لحد دلوقتي ما نزلوش برضو. يعني حتى اللي نزلوا يعني الناس اللي نزلت النهاردة هي نفس الفئة، الستات والبنات والناس الكبار زي ما بيقولوا شباب يناير، دولة العواجيز اللي نزلت، فبرضو هم قاعدين يتفرجوا وما نزلوش يعني. بس على فكرة الناس كلها فاكرين انه الشباب
في حد يعني هم اللي عاملين الدوشه دي وان هم اللي مخلين الاصوات قليله. لا احنا في ناس بتنزل تتكلم مع المواطنين اللي هم ما انتخبوش. في ناس بيقول يعني في قرى في الـ في الـ في الفلاحين وفي الصعيد اماكن نائيه لما انت بتوصل لهم يقول لك انا انا صايم انا مثلا عندي شغل انا هو ايه كلهم بيقولوا الحكايه دي هو كده كده ناجح صوتي مش هيفرق. فدول كتير مش بس الشباب هم اللي ما بالعكس انت لو حصرتها هتلاقي الشباب مجموعه قليله جدا يعني لا. بالعكس كمان في الفئه اللي هي الناس الغلابه الناس اللي في القرى الناس اللي كانوا بيروحوا لهم الاخوان يتنزلوهم بالعربيات وبالزيت وبالسكر وبالمش عارف ايه. ما حدش عمل كده السنه دي لا المشير عمل كده ولا الاستاذ حمدين صباحي. ما حدش نزل الناس الفئه اللي هي الناس اللي كانت بتنزل بالفلوس فدول ما نزلوش. اذا ما كنتش تروح لهم لحد بيتهم وتجيبهم وتغريهم مثلا. في ناس ما تعرفش يعني ايه انتخابات ولا يعني ايه مين اصلا المرشح ده ولا مين. ما حدش يعني ما حدش عارف. في ناس في مصر فقراء ومستوى يعني ما توصلش تفكيره انه يقعد ان في حد قاعد مستني صوته يعني ما يعرفوش كده الا تروح لهم وتجيبهم وتديهم حاجه يعني عشان يروحوا معاك ويعملوا اللي انت عايزه. فدول الفئه دي ما نزلتش لان ما حدش راح لهم. نعم. المشير السيسي كان معتمد وهو قال انا يعني هو مش عايز يسدد فواتير لحد مش عايز حد يعمل له حملات وبعدين يرجع هو يسد. هو قال انا مش هسدد فواتير لحد. فبالتالي في ناس كتير بعدت عنه الحزب الوطني والاحزاب وكده. الاستاذ حمدين برضو بمجهوده اللي هو كان مركز على الشباب وامله في شباب لكن الشباب عمرهم ما طلعوا من يوم اول يوم من انتخابات حصل في مصر بعد 25 يناير وعلى طول الشباب مقطعين. فاللي كان يركز على الناس دي اكيد طبعا ما كانش هياخد منهم حاجه. فحصل المره السنه دي او الانتخابات دي حصل بينت الانتخابات دي حضرتك فرز يعني نعم. فرز للمصريين حضرتك انت هتعرف من نتيجه الانتخابات دي مين هم الاخوان عددهم قد ايه الشباب المعارض قد ايه الستات الست المصريه اللي هي يعني اثبتت ان هي يعني عملت تابلو رائع. رح ارجع معك استاذه سهام عشان نتوسع في هذا الموضوع. استاذ حسن يعني يمكن سمعت الاستاذه سهام قاعده تتكلم عن موضوع ان مد اليوم الثالث قد يخدم يعني المرشح حمدين صباحي اكثر من الفريق السيسي. رايك في هذا الموضوع أو المشير رائد فتح السيسي؟ نعم. أبو عبد الله يعني هي تقريبا لو نشوف الأرقام حتى لو مدوها يومين ثلاث أربع خمس يعني بالكويت مثلا تقريبا اللي صوتوا الإخوان المصريين حوالي 65,000 62,500 تقريبا للمشير السيسي حمدين صباحي 2000 وشوي وقيس عليها. نعم. فزيادة الأيام حتى لو بتخدم حمدين صباحي ممكن تزيد النسبة شوي ولكن الفوز يعني أنت شايف أن الفرق اللي صالح مشير السيسي سواء هني او برا اكثر دول اكثر المصريين اللي في الخارج اللي شاركوا كانوا في الخليج العربي الكويت والسعوديه والامارات والدوحه يعني كانت اكثر نسبه. فزياده اليوم الثالث مثل ما قالت هذا سهام انه فعلا يعني 8 مليون وافد من محافظه لمحافظه فهذا عشان ينتقل يبي له يوم كامل فعشان كذي مدوا التصويت. التنقل كان شوي صعب وبعدين اللي كان عنده قناعه بان عبد الفتاح السيسي فايز ممكن في اليوم الثالث يعني سبحان الله يغير رايه عرفت ويزيد مساء وانا جايك على البي بي سي يعني ولكن ارقام غير رسميه مجرد انه ارقام اوليه بان النسبه اليوم ارتفعت من 30 الى 40% مو شويه ولكن احنا نتامل يعني الانتخابات اللي فاتت كانوا المشاركين حوالي 22 مليون الحين ان شاء الله يوصل هالعدد هذا وان شاء الله يطوف. اذا كانت نسبه المشاركه 35 40 بالمئة بالعكس هذا شيء حلو وشيء ممتاز يعني. فعبد الفتاح السيسي تقريبا يعني خلينا نقول مكتسح الانتخابات المصريه وزياده اليوم الثالث يعني هذا كان لخدمه الناس اساسيه يعني وتصوت لان انت عارف يعني ما في اصوات خالصه محطوطه بالصندوق والفوز جاهز لا اكيد الناس هي قاعده تروح وقاعده تصوت يعني بالمختلف
الشرايح، يعني قناة الحياة المصرية قالت أن تقريبا نسبة المشاركين ممكن تعدل الانتخابات اللي فاتت. حزاتي كان في 13 مرشح. نعم. محمد مرسي تقريبا أخذ يمكن 51% أو 52%. الحين بين اثنين. أما بخصوص أن ما في إقبال، فمثل ما قالت سادة سهامي يعني زادوا عدد اللجان، كانوا 10 صاروا 20، وداخل أيضا اللجنة من قاضي واحد صاروا 3. بس في بعض الناس يعني تعترض على مد هذا اليوم، في بعض الناس تفسرها بيقول لك والله يوم هذا الثالث تكتيك إنه ممكن الإخوان ينزلون بكثافة ويغيرون الأصوات، كانوا يدعون الناس على من نزول وبعدين راح ينزلون في آخر لحظة أو في آخر يوم، وهذا تكتيك انتخابي يحدث عندنا حتى في الكويت. أي هذا الشيء يعني مفتوح فيكم ممكن، بس حتى مثلا لو نزلوا الإخوان يعني كم كادرهم؟ 1,000,000؟ يعني الفرق شاسع. لما تقول مثلا هنا بالكويت، طبعا احنا نقيس يعني لا. بالكويت مثلا 62,000 لعبد الفتاح السيسي مقابل 2,000 وشوي، فالفرق يعني وايد يعني ما هو شويه. فهناك بمصر مثلا كم راح ياخذ حمدين صباح زياده مثلا في اليوم الثالث؟ اليوم مثلا 1,200,000، هم عبد الفتاح السيسي رايح. فبالعكس يعني التمتيك هذا شيء يعني شيء موجود، بس هل راح يخدم حمدين صباح؟ لا، لان الفرق يعني انا اتوقع انه ممكن عبد الفتاح السيسي ياخذ شيء 90 نسبته، اتوقع راح تعدل 90%. فحتى لو حمدين ارتفع من 10 مثلا كان بيصير 15-20% عادي يعني. بالعكس الوضع كله كان لصالح الفتاح السيسي، يعني حمدين صباح كان ممكن اتوقع كان عارف انه ما راح يحالف الحظ، ولكن هو يعني مناضل وحب انه يستمر ويثبت ان انا فعلا نازل للفوز. يعني هما كانوا حوالي 4 مرشحين يمكن او 5، واللي الحين صفوا عليهم 2. فالاخوان لو بينزلون ولو خلينا نقول مثلا شارين مثلا البطاقات حاجزين عندهم فرضنا، يعني هم راح توصل نسبه انه هو يعدل الفتاح السيسي. فالتكتيك موجود، واليوم الثالث كان لا بالعكس، يعني لو كان في شيء على الفتاح السيسي كان ما اعترض، ولكن هذه لجنه الانتخابات الرئاسيه هي اللي تقرر زياده يوم زياده يومين زياده ممكن ساعه، فهذا الشيء يعني راجع لهم ولا يمكن انه يعني حسب السلطه الممنوح عليهم بالقانون. اي طبعا. استاذه سيام، يعني الان طبعا اعتقد ان اغلقت صناديق الاقتراع، ويعني بعد ما يخلصون من الـ الـ الاشخاص اللي ذاهبين للتصويت ستبتدي عمليات الفرز. كاعلاميه كيف وجدتي تناول الاعلام المصري لعمليه الانتخابات الرئاسيه المصريه؟ كيف تناولتها وسائل الإعلام المصري؟ هل أعطتها حقها؟ هل ضخمت من الأمور؟ هل أصبحت على الحياد؟ كيف ترين؟ لا، هو الإعلام المصري طبعا يعني مش كله، في قنوات كانت متفائلة وفي قنوات كانت على طول متسرعة يعني مش وفي قنوات كانت مع أحد الطرفين أحد المرشحين، وفي قنوات مع أحد الطرفين، يعني مش كلهم طبعا هقدر إن أنا يعني أحكم عليهم كلهم، بس هم كانوا بينقلوا الواقع، يعني مجرد إن هم شايفين يعني في قناة مثلا أقدر أقول قنوات ولا قولي براحتك يعني قناة اليوم مثلا قناة اليوم وقناة والعشرة مساء اللي هو وائل الأبراشي، هم دول أكتر قناتين أنا كنت بتابعهم، يعني إن هم كانوا بينقلوا الواقع. يعني النهارده قناه اليوم عجبتني في حاجه ان هي كانت من بتتصل بكل لجنه، كم الكشف عندكم، كم ناخب وصلوا، كم واحد، مين جه، يعني جم قد ايه، يعني المندوب مين من المندوبين موجودين. طبعا كل اللجان مندوب الاستاذ حمدين امتنعوا ما راحوش لا النهارده ولا امبارح. نعم. قنوات، في قنوات بقى طبعا بتهول، يعني اللي تبع مثلا الاخوان برضو انا ما تابعتهمش بصراحه، بس انا اللي انا شايفه على الانترنت مثلا الناس بتتكلم كل واحد واللي هو عايزه، في ناس متفائله، في ناس قاعده قلقانه، يعني عايزه يبقى في حشد، بتشجع الناس ان هي تنزل، في حد مبسوط كده على الحكايه. نعم. دي كفايه، يعني اللي حصل كده كفايه ونكتفي بده طيب هل من وجهه نظرك لقيتي في اختلاف استاذه سهام بين الانتخابات الرئاسيه الحاليه من ناحيه الاعلام والانتخابات
الرئاسية السابقة أيام انتخابات محمد مرسي، بأن هل الإعلام كان في السابق يعني كان خلنا نقول في صف الإخوان، كانت القنوات اللي كانت تخدم الإخوان كانت تطبل ويعني تزمر للإخوان ومحمد طبعا مرسي. القنوات بتاعت الإخوان كانت موجودة وقتها، ما كانش لسه يعني، بس كان تأثيرها أكثر. كان تأثيرها، وكان كمان الإخوان في الشارع كان ليهم تأثير غير الإعلام، كانوا وجودهم في الشارع هم بيعرفوا يحشدوا لنفسهم بأسلوبهم بطريقتهم، فكانت يعني الدنيا. وبعدين في ناس كنت يعني في ناس كتير مصريين اللي هم نزلوا دلوقتي، اللي هم الناس الفئة الصامتة كانوا بيقولوا عليهم، الناس دي كانت قاعدة بتتفرج مش عارفة إيه اللي هيحصل. أنا واحدة من الناس ما كنتش عارفة البلد دي رايحة فين وهيحصل إيه ومين كوي. وبعدين مش مرشح أنت دلوقتي، حضرتك السيسي والأستاذ حمدين الاثنين أنت قادر تركز. نعم. الأول كنت أنت مش عارف مين 13 مرشح وما أنتش عارف ده إيه، وأول مرة نتفرج عليهم وأول مرة أعرفه وأول مرة أسمعه وأول مرة أشوفه ده إيه ده، فمش مركزة. يعني أنا مثلا دلوقتي تاريخ الأستاذ حمدين أنا عارفة، المرشح السيسي برضو أنا عارفة، فقدر أركز أختار مين. حتى البرامج الانتخابية تمت في هدوء وبوضوح، في هدوء يعني الشارع فهم كل مرشح وكل واحد عارف، يعني في الشارع ناس عارفين المشير السيسي أنقذ البلد، شال الإخوان، شال مرسي، مش عارف إيه دول معاه، الأستاذ حمدين صباحي برضو الناس اللي هم معاه، اللي هم برغم إن هو فقد كتير من مؤيدين رفاق اللي كان الضرب معاه، بس مع ذلك انا عاجبني فيه بصراحه صموده وحلمه، بس هو للاسف اعتمد على فئه معينه وهم خذلوه. نعم. يعني الفئه اللي كانت معاه هم خذلوه، هو احلامه يعني ما نزلش على الواقع، الواقع غير ووقت الانتخابات غير. حضرتك انت شايف مثلا المشير السيسي، انا كنت فاكره ان والناس كلها فاكرين انه مجرد الانتخابات الدنيا كلها، كنت برضو خايفين من الناس نزلت وناس لا وناس، فطبعا انت ما تقدرش تحكم، بس الواقع المره دي الانتخابات السنه يعني الانتخابات الرئاسيه المره دي اهدى بكتير من المره اللي فاتت، فيها تركيز، فيها انت عارف مين هتنتخبه، الدنيا يعني بدأنا ان احنا يعني بقت فعلا خريطة الطريق واضحة. نعم. الاول ما حدش عارف، في ما كان في خريطة طريق ما أصلاً. كانش في خريطة وما كانش عارف، احنا ما كناش عارفين ايه، نجرب طيب الاخوان، طب نجرب ده، طب ده عارفينه، طب ده هيعمل ايه، ده الولاد كانوا مشتتين، احنا مشتتين، السياسيين كلهم مشتتين. نعم. الاحزاب كلها مشتته وكله بيجري ورا الكرسي، ما كنتش تلاقي حد ليه هدف، يعني كل واحد عايز يسيطر على الكرسي ده علشان مصالحه. دلوقتي لا، طبعا امور اختلفت، مختلفه كتير. نعم. يعني كتير الحمد لله. نعم. طيب طيب أستاذ حسن، خلنا نسأل سؤال طبعا راح يكون من شقين، تعليقك على الإعلام في الانتخابات المصرية السابقة والحالية وعنف الإخوان، لكن قبل هذا نطلع فاصل أعزائي المشاهدين، نشوف هذا التقرير ونرجع إن شاء الله. Thank you.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم في هذا الجزء الخاص في تحليل انتخابات الرئاسية المصرية، وانضم إلينا في هذه اللحظة الشاعر والإعلامي المصري السيد عبد الحميد زازو. حياك الله أستاذ الحميد. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. الله يخليك أستاذ الحميد. يعني يمكن قبل ما تحضر كنا نتناقش مع إخواننا وضيوفنا عن الانتخابات المصرية، أبي رأيك بعجالة، وعن تقييم دور الإعلام في هذه الانتخابات. الانتخابات المصرية ودور الإعلام، الحقيقة يعني دور الإعلام كان نقدر نقول مجتهد، لكنه لم يحقق كل الطموح ولم يسلم من بعض المثالب، لكن بشكل عام الواقع كان أصدق. يعني الانتخابات المصرية كانت يعني هي البطل اللي بيلهث الكل وراءه. الشعب المصري الحقيقة قدم نموذج رائع في العطاء، ونموذج رائع في الصمود، ونموذج رائع في الاختيار وفي التحدي. واستطاع رغم الظروف الصعبة التي تعرض لها الشعب المصري، ورغم ما أحيك حوله من مؤامرات مدعومة من خارج مصر، وأيضا من التنظيم اللي أصبح دلوقتي متهم بتهمة الإرهاب أو مدان بتهمة الإرهاب، كانوا بذلوا ما يستطيعون وما لا يستطيعون، ما هو مشروع وما هو غير مشروع، بشكل يعني كان فاق الحد وكان بيخيف بعض الناس. لكن إرادة الشعب المصري كانت أقوى بكثير، ويعني يمكن ده خلانا الحقيقة يعني بعض من لديهم يعني الحس النقي إذا صح التعبير، وده مش مدح في الذات بقدر ما هو يعني تقرير الواقع. أنا يعني أحب أقول للسادة المشاهدين أنه مثلما كان لي شرف يعني تحديد الموقف واتخاذ الموقف الذي أراه، ما عنديش أنصاف حلول في الرؤية، لما كتبت أثناء في أول يوم من أيام الغزو العراقي للكويت، غدا تدوسك الأقدام يا صدام كما ديس الطغاة الغاصبون ومصاص الدماء، غدا تدوسك الأقدام يا صدام كما ديس على مر العصور وفي قلب الضحى جميع السفهاء. وتاني يوم اللي هو 2/8 سنة 90 كتبت أيضا، غدا سترجع يا كويت جباه الشعب مرفوعة، غدا سيندحر الغزاة الغاصبون الإخوة الأعداء وأسفا وأيدي الغدر مقطوعة، غدا ستأتينا الرياح مع الصباح رايات فخر وعز بأيدي الشعب مرفوعة. تقول لي جبت الكلام ده منين أو اتنبئت ازاي؟ ده أنا يعني هكذا يكون كلام الشاعر. جميل جدا صراحة. يعني حددت رؤيتي لأنه أنا منطلق إن أنا أؤمن بأنه، وأنا رجل عروبي، أؤمن بأنه لا يصح إلا الصحيح. مش معقول إحنا بنعيشنا ننادي بالقومية العربية وإلى آخره، وفجأة نجد بلد عربي اقتحم بلد عربي واكتسح بلد عربي ومسحه من على الخريطة. هذا مخالف لشرائع الكون وناموس الكون بالطريقة بهذه الكيفية كان تعبير. ومن هنا أيضا كنت محدد موقفي، مش زي بالنسبة للانتخابات المصرية وبالنسبة للموقف منها. أنا برغم دعوتي وبرغم ان انا كرجل ايضا انشد يعني في حبي للجانب الليبرالي او الحريه او كده، لكن في نفس الوقت يعني انا دعمي في البدايه ان ننزل، ان الشعب المصري ينزل يشارك ويحرص على ممارسه هذا الحق. لكن بعد كده يعني بعد ما وضحت هذه الرؤيه ودعوت الناس للبتاع، ابتديت بقى احدد موقفي بصراحة، لأن ما عنديش أنصاف حلول. دايما زي ما بقول من أول لحظة عندي الاختيار بتبقى الرؤية واضحة جدا. فكتبت يوم ما انتخبنا هنا وإحنا رايحين ننتخب في المصريين اللي في الخارج، انتخبوا السيسي يا مصريين، وطلعوا طلعت يوم 30، يوم ما الشعب خرج ببسالة واحتشدت كل الميادين، سديتوا عين الشمس وكنتوا شعب جسور على بلده أمين. 30 يونيو أكيد فاكرينه، مين راح ينسى وينساه مين؟ يومها العالم كله تأكد إنكو شعب بطل ومعلم،
أهل حضارة وعلم ودين علشان ترجع مصركوا تاني أم الدنيا وقد الدنيا. قولوا كلمتكم بكل أمانة، عبروا عنها بكل وضوح، خلوا العالم يقرأ ويسمع، خلوا القلب كتاب مفتوح، خلوا القلب يقول ما في نفسه، خلوا القلب يقول ويبوح، وباح القلب واسترسل وكان مدبوح. الشعب يا سيسي أمر، الشعب يا سيسي أمر، هليت علينا كالأمر وقلت كلمتكو أضر، أؤمر يا شعب الكنانة. هليت علينا كالأمر وقلت كلمتكو أمر، أؤمر يا شعب الكنانة، وكنت أدي الكلام وشلت روحك في كفك وواجهت أهل الظلام إرهاب وغدر وخيانة. وعشان كده بنقول ادخل يا شيال الحمول، ولا حد غيرك يا سيسي يقدر يشيل الأمانة. يا سلام يا سلام، رح نرجع لك إن شاء الله أستاذ عبد الحميد وهذا الكلام الطيب. لكن أستاذ حسن، يعني أستاذ عبد الحميد ذكر في خلال قصيدة الجميلة الإرهاب، شنو علاقة الإخوان المسلمين بالإرهاب، خصوصا أن في بعض الأحداث حتى وإن كانت بسيطة يعني خلال الانتخابات المصرية، قتل أحد الشباب، تفجير هني، الأمر ما يخلى، شنو علاقة الإخوان المصريين الإخوان المسلمين بالإرهاب؟ أبو عبد الله، يعني لو تلاحظ تاريخ الإخوان المسلمين، خلنا نأخذ مثلا من أحد جمال عبد الناصر، حاله اغتالونه في حادثة المنشية المعروفة بالسكندرية، نعم، يعني محاولة اغتيال لرئيس دولة. أنت تقول أنا يعني جماعة دينية دعوية، طيب ليش تأسس لك حزب؟ الحزب السياسي يعني عنده هدف يبي يوصل، صح؟ ودام أنك دشيت بالسياسة دشينا في الحلال والحرام، يعني أنت الآن رجل ملتزم، نعم، ودشيت بالسياسة يا حلال يا حرام، طيب الموقف الآن اللي بتسويه ماشي حرام، بيستخدمك كسياسة، إذا سويته راح توصل، فأنت راح تختار الشرع ولا السياسة؟ فعندك حادثة اغتيال جمال عبد الناصر محرمة، ولكن سياسيا هم شافوا أن هم راح يختارون الطريق هذا. جمال عبد الناصر استعان فيهم بعد الملك فاروق، كان محتاجهم وكان لهم يعني حضورهم في الساحة المصرية، حاولوا اغتالونه سجنهم، مال جمال عبد الناصر جاء كنوار السادات ما عنده حد بروحه، كان فاحتاجهم طلعهم من السجن مرة ثانية، عمل معهم تسوية، انتهت بشنو؟ باغتياله. طبعا الفتاوى لو تلاحظ سيد قطب وغيره ووا، جالك حسن مبارك سجنهم، اطلعهم مرة ثانية. طيب الآن صار محمد مرسي الرئيس، حلو؟ نعم. عزل محمد مرسي، ردة الفعل مثل ما قرينا وسمعنا سنفعل وسنفعل ووا، وكان يتبنون الأشياء هذه، تفجير هني واغتيال هني. طيب وين القادة اللي كانوا يحرضون على الجهاد؟ يعني أنا لو حصل لي أعيش بالدنيا ولا أموت شهيد؟ لا والله أموت شهيد، صح ولا لا؟ نعم. طيب ليش كنتوا تتنقبون وتغيرون أشكالكم وتهربون خارج مصر؟ اللي مسكوا على حدود ليبيا واللي مسكوهم مش عارف وين، فتاريخهم أسود فعلا. لما تقرأ عنهم لا فعلا تاريخ إرهاب، يعني يكفيك أنه يختالون قاضي، يختالون رئيس وزراء، يختالون رئيس دولة، هذه ما هي جماعة دينية، جماعة فعلا راح تكون إرهابية. صحيح أنه ما في يعني تعريف من الأمم المتحدة للإرهاب، ولكن اللي قاعد يصير في مصر يعني ما نقول يعني حرب أهلية، والحمد لله أنها ما وصلت والجيش تدخل، ولكن اللي يكون عنده درجة الفعل هذه لا والله صراحة هذا ينخاف منه، أسميه إرهابي ونص، اغتيالات شو تسمي هذا؟ رجل دين؟ رجل دين ما يختال، صح ولا لا؟ فهم عندهم السياسة أولى، ما في خلافة إسلامية، طاحت الدولة العثمانية، طيب الآن من يسد الفراغ؟ لأن الناس متعودين تكون في خلافة من أيام الدولة الأموية، حتى لو كانت خلافة اسمية ضعيفة، فهم قصدي شلون؟ فسقط الدولة العثمانية، الآن ما في فراغ، من اللي شاف نفسه أن احنا كفء؟ الإخوان المسلمين، فانتشروا باسم الدين، وهو ما هو ملتزم بس حط له اللحية، والشعب المصري يعني ترى فطريا متأسلم، عرفت؟ وبحالة، وشعب فقير ومسكين وحب الدين، فطبعا هم يو واستغلوا هالناحية هذه. لما يأتيني فتوى من حسن الهضيبي يفتي مثلا باغتيال جمال عبد الناصر أو مثلا سيد
قطب يقول انا كنت اموصيهم انه يهربون اسلحه. ايش تبي الاسلحه؟ ايش لك فيها؟ انت عضو في الجيش؟ تبي سلاح؟ دش الجيش يا اخي، بتتعلم على السلاح دش الجيش. تبي جهاد فلسطين؟ روح باسم الجيش المصري، ما تروح باسمك انت. هديت حدود طلعت من مصر الى فلسطين عشان جهاد باسمك؟ طيب الان هم مسكوا محمد مرسي مثلا، اليوم يتخذ القرار باكر قرار ثاني. طيب من اللي غيرك؟ من اللي يوديك يمين يسار؟ هل في واحد؟ هل انت ما كنت تشاور احد؟ طيب لما مسكت شو اللي سويته؟ ما سويت شيء، لا قضيت على الامن، عفوا لا ضبطت الامن ولا سويت شيء. ولما شالوك جماعتك زادت عندهم رده الفعل، شفنا انه في قتل وفي تفجيرات، واخرها كان الحرم الجامعي. حرم امن، طلبه رايحين اعمارهم من 18 الى 23 سنه، تفجر هناك وتحط لها القنابل، ايش حقه؟ ايش تبي توصل له؟ فاللي يسوي هالاشياء هذه كلها من احد جمال عبد الناصر الى اليوم لا والله ارهابي ونص. فانا هذا رايي انهم يعني فعلا جماعه ارهابيه. نعم. ما اتهمناهم ولكن هم افعالهم كذي. نعم. افعالهم. راح اترك المجال للاستاذ عبد الحميد والاستاذ سهام، لكن نرجع اعزائي المشاهدين نشوف هذا التقرير ونرجع لمتابعه حلقتنا. بقول للسيسي انذر، اعرف ان انت صنعت طالبان جديدة وصنعت القاعدة جديدة في مصر. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر، وانت اللي دمرت مصر. انت فعلت مجاهدين جداد واستشهاديين. اعرف لو كل واحد من دول، لو كل واحد من عشرة فجر نفسه في مجموعة فانت السبب. انت اللي عملت الارهاب وانت اللي ابتديت بيه. انا بنذرك رجع الامور لنصابها، والا هتلاقي الجموع دي كلها هتفجر مصر. انت اللي بتعمل حرب اهليه بين مصر بين المسلمين وغير المسلمين، انت اللي بتعمل حرب اهليه بين المسلمين والعلمانيين، انت اللي بتعمل حرب اهليه بين المسلمين وبين الشيعة، وانت اللي فجرت وانت اللي كتبت شهاده وفاه جبهه الانقاذ ورجالتها، وانت اللي كتبت شهاده وفاه كل متمردين، وانت اللي كتبت شهادة وفاة كل واحد عارض الرئيس مرسي وعارض شرعية الصندوق. انا بنذرك يا سيسي احذر، اما ان تقتل هذه الجموع او هذه الجموع ستنفجر فيكم. احذر، وهذه رسالة واحد من ملايين. بقول لك يا سيسي احذر يا سيسي، انت عملت طالبان وانت عملت قاعدة جديدة في مصر، انت اللي صنعت الارهابيين. واقول لك كده وخد الكلام ده عبره وبكره تشوف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بقول لعبد الفتاح السيسي، مين اللي جابك؟ المرسى هو اللي جابك، انا ولا اخواني ولا حاجه، انا ست مصريه متدينه. وانا بقول لك انا بقول للنصارى، انا بقول للنصارى كلمه واحده، انتوا قاعدين جنبينا احنا هنولع فيكم. إن الذي حدث هذا الآن لم يحدث في تاريخ الدول أبدا، حدث مرة واحدة هذا الإقصاء وهذه الانتخابات المبكرة، لم يحدث إلا في أمريكا سنة 74. إن الذي فعله السيسي إنها خيانة عظمى، سيخرج الناس إلى الشارع الآن. ماذا سيحدث؟ ستحدث فتنة وسيحدث قتل. الشرعية مستمرة ونحن هنا في الميدان مستمرون حتى تعود الشرعية إلى الرئيس محمد مرسي. كلنا واقفون وراء الشرعية، مسلمون ومسيحيون. هنا في الميدان جاء البغلاليين ومن 6 أبريل يدافعوا عن الشرعية، شرعية الرئيس محمد مرسي. الرئيس محمد مرسي والذي أتى بالسيسي، الآن السيسي ينقلب عليه. إن هذه خيانة من أمريكا. إن البنتاغون اليوم يقول إن السيسي جاء له اتصالين من أمريكا لينفذ تعليماتهم. هذا حرام. أعزائي المشاهدين رجعنا معكم في حلقتنا هذه وأسادتنا. أستاذ سيام راح أخذ رأيك في اللي شفتيه وبعدين راح أنتقل للأستاذ عبد الحميد. شنو المشاهد اللي شفتيها؟ تعليقك عليها. طبعا حضرتك المشاهد دي احنا بنشوفها للنهار، بقالنا 4 سنين من يوم
ما شفنا الناس دي. طبعا يعني ما فيش على اقول ايه يعني، هي بيحكوا عن بيوصفوا نفسهم هم يعني دول ارهاب ولا مش ارهاب، يعني انا عايز افهم ناس كل كلامهم عن الدم وعن ما عندهمش الروح والناس والبشر عندهم. يعني انت كست مصرية، والست المصرية يمكن الان قامت بدور رائع في هذه الانتخابات، اي ام او ست مصرية لما تشوف الكلام هذا وتشوف التهديدات شنو شعورها كأم؟ حضرتك احنا كنا طبعا مش عارفين نعمل ايه، يعني ناس مستفزة. يعني انا كان اوقات بيجي لي وقت انا عايزة اروح اموت نفسي في وسطهم علشان اخلص منهم، كلامهم مستفز وما حد، وبعدين مش عارفين نعمل ايه. يعني احنا الحاجة ان كان الناس ده شوف عشنا فيه 3 سنين واحنا بالحالة دي مش عارفين مين هيخلصنا من المصيبة دي، مش عارفين. عارفين ان احنا وقعنا في ايد ناس ارهابيين وناس خلاص مسكوا البلد، دخلوا باسم الاسلام والناس تتعاطف مع الناس اللي مش فاهمة. طبعا على فكرة الناس دي في منهم يعني في ناس اخوان انا اعرفهم ناس طيبين جدا، نعم، يعني جيراننا اصحابنا، الدكتور بروح مثلا اتعالج عنده، لما بقعد اتكلم معاهم الناس دي مخهم سبحان الله، يعني هم ما يعرفوش بعض، بس منين ما اتكلم اي واحد فيهم كلهم بيقولوا نفس الكلام، بيحفظوهم نفس المدرسة ونفس الفكر، بيحفظوهم واحد مثلا هنا في الكويت واحد في مصر واحد في دبي واحد، كلهم بيقولوا نفس الجمل. وازاي حافظين بيوصلوا لهم ازاي يحفظوهم حاجة معينة ما بيقولوش غيرها، تجيبهم شمال تجيبهم يمين هم اللي في دماغهم طبعا خلاص. غسيل مخ يعني يحترم غسيل مخ تماما يعني. انا صعبان عليا الناس دي، الناس دي بيجيبوا الاطفال من صغرهم اللي هم بيبقوا يعني بيعملوا الخير مش لوجه الله لوجه المرشد، يعلموا الولاد دول من صغرهم ويدخلوهم مدارس على حسابهم ويسفروهم بره يتعلموا بره، بس ولاءك يبقى للجماعه، منين ما اجيبك اللي نقوله عليه تمشيه. فدول خلاص اتبرمجوا من وهم صغيرين مدارس، بينشئوا الاطفال الصغيره في مدارس، مدارسهم وحاجتهم خلاص، انت بقى بتعلم واحد كده طول عمره. فطبعا هو كل كلامهم ده ربنا والدين وانت كده هتبقى شهيد وانت، فهم دول الناس اللي حضرتك شايفهم. فطبعا احنا يعني هقول ايه عليهم غير ان الناس ارهابي يعني ارهابيين. يعني طبعا اللي عملوا المشير السيسي ما فيش حد خالص قدر يقف في وشهم غير الراجل ده. الراجل ده يعني وقف معايا ومع مصر واهلي وبيتي وعشاني وعشان ولادي وعشان، ازاي احنا ما نقفش جنبه يعني؟ يعني انا مش فاهمه يعني. هو يعني نزل برغبه شعبيه، الشعب طلب انه ينزل، هو ما عملش حاجه غير ما سالنا، واحنا كنا بنتمنى، احنا كنا بنتمنى. انا كنت بقعد اقول يا ربي البلد دي ما فيهاش حد ينجدنا، يعني معقول ما عندناش مخابرات؟ يعني معقول الجيش ده هيسيبنا؟ ما فيش، بس هم كان سبحان الله ليهم في وقت معين هيبداوا يتحركوا لما الشعب يفهم، لان ناس كتير ولحد دلوقتي في ناس كتير لسه مصدقاهم ولسه بتمشي وراهم ولسه مش مقتنعين، بيتفرجوا على قناة الجزيرة وعلى اللي مش مقتنعين ابدا اللي بيقولوه، يفبركوا فيديوهات ويفبركوا مقالات ويعملوا حكايات وتلاقي الناس مقتنعة بيها وبيشيروها، وهو هم بس هم اللي بيقولوه هو اللي مظبوط. احنا مصر دي كلها مش مسلمين، مصر دي كلها ممثلين وناس مش كويسين، وهم بس اللي مسلمين وهم اللي عارفين ربنا وهم وهذه المشكلة. انا مش عارفة يعني بصراحة يعني والله احنا ربنا يعني انا حاسة ان انا في حلم وطلعت منه، يعني ازاي احنا خرجنا من الكابوس ده؟ انا مش عارفة بجد والله. استاذ عبد الحميد انا رحت لك المجال ويعني تعليقك على ما شفته من المشاهد اللي كانت في طبعا الفاصل. يعني عشان أعلق الصورة نفسها زي ما قالت أختنا العزيزة أبلغ يعني رد، مش محتاجة أي تعليق، لكن هي أيضا الواحد مش ممكن يفوت هذه الفرصة. وبعدين ماذا تنتظر من جماعة الذي على رأسها قال طز في مصر، طز في مصر، تصور وطنه، الوطن اللي رباه وترعرع في ربوعه، يقول لك طبعا المرشد السابق مهدي عاكف. فعشان كده
يمكن لما حصل اللي حصل فأنا عملت قصيدة اسمها جماعة طز في مصر. بقول جماعة طز في مصر النهاردة العصر بيلملموا عزلهم خلاص هيسيبوا مصر، ما عاد لهمش فيها لا عيش ولا طيب مقام ولا ذرة احترام عند الناس الأكابر فضلا عن العوام، ما عاد لهمش فيها أي حيطة تداريهم من ناس اتخدعوا فيهم وناس باسوا إيديهم يسيبوا الناس في حالها ويبطلوا قتل فيهم ويعيشوا في سلام، لكنهم أصروا على الغدر والانتقام من شعب عظيم فدائي حضرته بنت سبعة واضرب في ألف عام، وجيش بطل وشرطة كانوا قد المسؤولية وحازوا الاحترام وفشلوا مخطط الخونة والأقزام وفشلوا مخطط الخونة والأقزام، وهم دول ولادنا وزادنا مع زوادنا في قادم الأيام، تسلموا يا حماة بلدنا وإن شاء الله على الدوام. لكن يعني خلينا أقول الحاجة اللي أشرت إليها حضرتك في بداية الكلام، يعني هم المؤسف في الموضوع أنهم يفعلون ذلك باسم الدين، وإن هم بيعتبروا نفسهم الإخوان المسلمين وغير هذا. وأنا يعني أرفض تماما بقى دلوقتي حكاية تسويته، يعني أي حد يقول الإخوان المسلمين يقول الإخوان ماشي، لكن الإخوان المسلمين لا، الإخوان المجرمين جايز ماشي، لكن إيه الإخوان المسلمين إيش ما وإحنا إيه؟ هم طبعا بيعتبرونا كفر. وأنا واحد من الناس اللي بسألهم، يعني دي حيرتني الحقيقة، يعني أنتوا بتعتبرونا كفر؟ أنا واحد من الناس اللي كان لي الشرف أيضا إني الوحيد الذي حين تعرض الرسول عليه الصلاة والسلام للرسوم المسيئة في الدنمارك أنا طلعت ديوان شعر كامل اسمه عفوا رسول الله. أنا بس بدي نموذج، يعني أنتوا مش أنتوا اللي دفعتوا، إحنا اللي أنتوا بتقولوا علينا كفرة، إحنا اللي دفعنا. أنا اللي قلت عفوا رسول الله صفحا يا إمام المرسلين، عفوا وحاشاك الإساءة من أشر العالمين، فأنت عنوان الصفا وأنت ميزان الوفا وأنت المصطفى، قد اصطفاك وشرف الأرض باسمك والسماء رب الخلائق أجمعين، يا خير خلق الله صفحا بات الجموع مقصرين، ساءوك لكن ما أساءوا باءوا بخسران مبين، ساءوك لكن لن ينالوا فلتبقى مرفوع الجبين، فأنت فينا المطهر حتى من الطهر أطهر، وأنت فينا المصدق وأنت فينا الأمين، من قبل بعثك فينا وقبل أن تأتينا الله شارح صدرك والله رافع قدرك، وفي أشد الشدائد قد كان شادد أزرك، ولو هفوت كبشر حاشاك واضع وزرك، جاعلك للناس ذخرا والحصن كنت الحصين، فما عرفناك إلا منزها في خطاك ومشرقا في رؤاك، وفي حناياك تجري جداول من نقاء وأنهر من يقين، عن الهوى ما نطقت ولا أمرت بسوء ولا شهدت بزور، يا أكرم الأكرمين، اللغوة لست بلاغ والفحشة. أنا مش عايز أسترسل في القصيدة لأنها طويلة، وعايز أدي فرصة عشان أقول حاجة تانية على قضية الإرهاب دي، إن هم باسم الدين بيفعلوا هذا. أنا بقول لهم منين جبتوا القداسة اللي بتدعوها وقبل 80 عام وكنتوا لسه خام وبتدقوا الخيام والفكرة بتبلوروها، كان هنا إسلام نوره غطى الأنام وكان هنا أعلام أكتر من ألف عام أفكاره بينشروها لهداية المسلمين، كنا وجدود جدودنا وجدود جدود جدودنا كنا على دين محمد وكنا مؤمنين، وقبل دين محمد الصادق الأمين كنا في الكون ده كله رغم الكفر اللي كان إحنا اللي موحدين، فما تتجروش بديننا وما تضحكوش علينا وتدعوا القداسة وإيديكوا طول تاريخكوا بالدم ملطخين. يا سلام عليك، يا سلام عليك. كلامك جدا شيق أستاذ عبد الحميد. أستاذ حسن، الآن بعد طبعا ظهور الانتخابات، نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، وتقريبا حسب استطلاعات الرأي قد تكون محسومة للمشير عبد الفتاح السيسي، هل تعتقد بأن الإخوان المسلمين سوف يرجعون ببعض العمليات الإرهابية بعد تولي مثلا رئيس السلطة، خصوصا أنهم
مدعومين أو يتلقون خلينا نقول دعم أو مساعدات من أمريكا ومن بعض الدول الأجنبية؟ يعني مساء التقرير اللي شفناه يقول إيه الرجال قاعد يهد بتفجيرات. طيب السؤال بتفجر صح؟ وين بتفجر؟ لكن قد تكون الحقبة مختلفة. أنت الآن بعد ما تختار رئيس إذا أنت قطعت المرحلة الثانية من خارطة الطريق. تمام. وبالتالي الأمور ستستقر. يعني الآن أنت عندك رئيس يعني أستاذ عدلي منصور هو رئيس مؤقت، إنما لما يكون الرئيس دائم منتخب من الشعب إذا الشعب مؤيدة الوضع راح يختلف تماما. صحيح صحيح. بس هم يعني أبو عبد الله أنت مساء شفت التقرير يعني سؤال مثلا بتفجر وين؟ جامعة مثلا؟ مدرسة؟ بشارع؟ التفجيرات لها أماكن بعيدة يعني لها أماكن كثيرة وبعيدة وأماكن غير متوقعة. هو الاستهداف يستهدفون الشعب فقط ويعني زعزعة الأمن، هذا المطلب الرئيسي. يعني هو الحين سؤال قاعد يقول أنت فرقت الشعب ليش؟ إيش سوى فتح السيسي؟ شال مرسي؟ وأنتوا قبله نزلتوا بالشارع وقفتوا مع الشعب؟ ليش شال حسني مبارك؟ أحد قال لك أحد قال عنكم شيء؟ محمد مرسي حكم تقريبا سنة قال أبي بس 100 يوم وأصلح الوضع. ما أصلح الوضع، عقب الناس طلعت. طيب من باب أولى نعطي عبد الفتاح السيسي أيضا نفس اللي قاله. بعدين هو العام لما تكلم بالصيف بالتلفزيون يعني كان من المؤيدين اللي معه الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الإمام الأزهر وأيده، والأزهر له كلمة مسموعة. فالأزهر ما أفتى بأن عبد الفتاح السيسي كافر أو اغتصب الحكم أو أنت الحين تيجي وتقول إرهاب؟ يعني عفوا هل أنت أكثر علم من دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؟ إيش تبي تسوي يعني؟ بتفجر بمنه؟ وين بتفجر؟ وليش؟ إيش صاير؟ مصر محتاجة الآن إلى هدوء، إلى راحة، إلى استقرار. 90 مليون يبون يشوفون مستقبلهم، ملايين طالعين برا مصر ليش؟ خلاص ناس تبي تعيش. إحنا ما نمدح حسني مبارك، ما نمدح لا كانوا في ناس عنده تحت خط الفقر عايشين، بس خلاص لا متى؟ جربوا الإخوان وكشفوا أمرهم، هم اللي يبوا حق نفسهم. فلما يقول لي أنت جيت وخربت يا أخي، سؤال خالد شوقي الإسلامبولي ذهب إلى محمد عبد السلام فرج لينهي القرار باغتيال أنور السادات. طيب ليش؟ لأنه زار الكنست في إسرائيل. طيب محمد مرسي كتب رسالة إعجاب وحب إلى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز صح ولا لا؟ نعم. ما نقول احنا نروح اختاله لا، بس شنو كانت ردة الفعل؟ نعم. ردة الفعل كانت إيجابية. فهل هي حلال على ناس وحرام على ناس؟ فالإرهاب يا أخي ما هو دين رسول السلام أكثر من الكفار اللي أذوه، ما اختال واحد فيهم، هم اللي كانوا يوله للمدينة بيقاتلهم بيقاتلونه، فهو كان يخرج لهم للدفاع عن النفس. فلو كان في ردة فعل إرهاب لا، يعني صراحة لازم استغل يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد يهودي يموت يحزن له وهو أرسل كان يحزن كان وكان يزور وكان يتواصل. يعني رسول السلام صدق أنه كان رافض عبادة المشركين ولكن ما كان يقاطعهم ترى اجتماعيا، كان متواصل معاهم، لا شتم ولا سب ولا ولا ولا. لكن هذا الحين الأخ اللي طالع يقول راح نسوي وأنا واحد من المليون، ايش تبي تسوون يعني بالنهاية؟ طيب من الخسران؟ تذبح واحد بيمسكونك وانت انعدمت، طيب النتيجة شنو؟ خسرنا اثنين مصريين، ايش حقه؟ خلي الرجال يا أخي يحكم، خلينا نشوف مستقبل مصر، خل مصر ترتاح بس، لمتى كافي؟ فانت قاعد يعني تتوعد منه بالنهايه يعني هو رئيس ومحمي بتختاله مثل ما صار بين انور السادات؟ يعني انت تبون كذي؟ ما يجوز هالكلام هذا. يعني ان شاء الله هذول ما يحكمون باكر ان شاء الله. استاذ سام، يمكن استاذ حسن والاستاذ عبد الحميد ذكروا موضوع الحكم والمدة. يمكن محمد مرسي ذكر أن خلال 100 يوم راح تشوفون تغيير، المشير عبد الفتاح السيسي ذكر خلال سنتين سيلحظ المصريين تغيير. أنت شلون تشوفين الموضوع؟ كيف تتلقين الأمر بين الاثنين؟ أولا بالنسبة للمشير عبد الفتاح السيسي احنا شفنا التغيير من قبل ما يحكم، واضح يعني التغيير صحيح بان من قبل ما يحكم. بالنسبة لأخينا محمد مرسي نسيت اسمه، هو حضرتك قال 100 يوم، هو اللي قال 100 يوم. أنا عن نفسي أنا كنت ممكن أستحمله لأربع سنين بس لو كان حكمني لوحده. وقت ما كان مرسي بيحكم
انا ما كنتش حاسه اصلا ان انا ليها رئيس. كان هو رئيس مجموعته بس، بيسمع كلامهم، بينفذ كلامهم، بيعمل، بيشغلهم، بيعمل مصالحهم، بيدخل ليهم يعني حماس بقى ومش حماس، والعمايل اللي كانوا بيعملوها يعني. انا كنت حاسه ان انا مجرد رئيس، كانه يعني سكرتير للمرشد في رئاسه الجمهوريه، مش يا ريت سكرتير، سكرتير دي احسن. هو انا كنت حاسه ان هو يعني السنه اللي قعد فيها سفر ومروح كله خدمات بنفس التعليمات، ما كانش شايفني اصلا، وانا ما كنتش شايفاه، ما كنتش حاسه ان انا ليا رئيس. لو كان البني ادم ده، والله انا بتكلم والله، لو كان البني ادم ده حكمني لوحده من غير عشيرته وجماعته وصوابعه والحاره المزنوقه والكلام اللي كان بيعمله، انا كنت صبرت عليه لاربع سنين. لازم اصبر لاربع سنين لو كنت حسيت ان هو حاسس بيا او بيعبر عني كان. انا كنت يعني حاسه ان انا مكسوفه ان ده رئيسي، من عمايله، من كلامه، من اسلوبه، من يقول القرار النهارده وتاني يوم يلغينا يرجع فيه حاجه. انا ما كنتش حاسه ان في اصلا رئيس يعني. فطبعا يعني فارق كبير بينه وبين المشير عبد الفتاح. المشير عبد الفتاح من قبل ما يحكم ومن قبل ما بيعمل اي حاجه بيسال انا هعمل كذا، اعمل موافقين، اوكي، والكلمه اللي بيقولها ما بيرجعش فيها، واللي ما بيقدرش عليه هو نفسه قال انا يا جماعه مش هقدر اديكم، مش هقدر، لازم تشتغلوا، اذا اشتغلتوا انا هبقى معاكم، ما فيش شغل انا مش هقدر اقدم لكم حاجه. فما وعدش، ما قالش انا عايز، انا بقى ما بيبصش للكرسي. هو منصبه كان احسن، حاليا في الوقت اللي احنا فيه منصبه احسن من منصب رئيس الجمهوريه كوزير دفاع. كن هو يسيب منصبه ويقلع البدلة العسكرية تلبية ويلبس كفن. ده لبس كفن على فكرة، مش لبس بدلة مدني ولا ده، قلع البدلة العسكرية ولبس كفن. هو نمرة واحد في اللي هم مطلوب تصفيتهم. فأنا طبعا فرق كبير بين ده وبين ده. المشير عبد الفتاح أنا أديله أربع سنين كاملين طول ما هو ماشي زي ما هو ماشي دلوقتي. لو مشي بالاسلوب ده وبالطريقه دي وبالخطوات اللي هو بخارطه الطريق اللي هو بيعملها، واحنا لازم نساعده يعني. اي مواطن في الدنيا لازم في مصر لازم يقف يساعده كبدايه، لازم كلنا نقف نساعده. مهم شيء هو الواحد مش هيقدر السوق يعني حاجة. تبتعد عنه ويلتف حول الشعب ويساعده. هو ما الا وجهه كويسه مشرفه قدام الناس، قدام العالم، يقدر يتكلم خارج مصر، يقدر يتفاهم، يقدر يعمل. واحنا بقى اللي مفروض علينا نكون وراه يعني. لا، لكن هو كبني ادم غير طبعا مرسي خالص. واحد ملوش شلل، ملوش جماعه، ما عندوش. اذا كان جاي من 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 الجيش او من مؤسسه عسكريه فده حاجه تزيده فخر مش تدينه وشرف يعني. بالعكس، تسلسل السي في بتاعته لما تشوفها، واحد كان قائد وكان رئيس مخابرات ورئيس حربية يعني السي في بتاعته معروفة. أنا مش عايزة أحكيها، معروفة، أنا عارفة ده مين، وعارفة اللي بيخرج من المؤسسة العسكرية ده شكله إيه. أولا أنا جوزي دكتور مهندس، لواء دكتور مهندس، أنا بابايا كان عسكري، جدي كان عسكري، فأنا عارفة الحكم العسكري ده. أنت يعني في البيت نظام، في الشغل نظام، حياة منظمة، حياة منظمة. فأنا عارفة واثقة فيه لأن أنا تربيت في المجال ده. نعم. تربيت في بيتي، ولما اتجوزت جوزي برضو نفس القصة. فأنا عارفة إيه المؤسسة دي بتخرج، إيه حد تعتمد عليه. نعم. هو لما قال اخرجوا، أنا خرجت مش عشان خاطر هو، أنا خرجت عشان عارفة هو هيعمل إيه، وخرجت عشان بلدي، وعشان خاطر عايزه الدنيا دي تتصلح، عايزه الحياه تتغير، عايزه ارجع بلدي زي ما كانت الاول. انا بقالي 3 سنين بلدي وحشتني، مش هي، مش عارفه هي فين. ده طلع لنا من السما كده، وسبحان الله مرسي اللي جابه. يعني احلى حاجه عملها مرسي ان هو جاب لنا عبد الفتاح السيسي. فلازم ان احنا نديله فرصه سنه واتنين. انا متاكده ان هو بيقول سنتين، بس ان شاء الله حضرتك من اول يوم هتشوف الفرق، هتشوف من احنا إن دلوقتي وشايفين. فان شاء الله باذن الله يعني. دكتور عبد الحميد، يعني بما انك انت شاعر واعلامي، وكيف يعني تحس في
هذا الرجل، إحساسك؟ نعم، أولا طبعا يعني لازم نقول ونصادق على كلام أختنا العزيزة أستاذة سهام أو الدكتورة سهام، أنه الجيش المصري طول عمره طول تاريخه جيش وطني، عمره ما كان في تاريخه الخيانة. في أخطاء من بعض أفراد في القوات المسلحة أحيانا، احنا ما عندناش جيش ملائكة ولا شعب ملائكة، في أخطاء والأخطاء بننتقدها ونرفضها ونحاسب عليها كشعب، لكن الجيش المصري جيش وطني طول عمره. فالجماعة اللي قعدوا يلعبوا على مقولة العسكر وانه دول هيحكمونا العسكر والكلام ده، احنا العسكر زي ما قالت الأخت سهام، العسكرية انضباط ونظام وقوة وشرف وأمانة وعطاء. الجندي بيدافع عن الوطن، عشان كده واحنا السيسي الحقيقة احنا اللي جبناه، حتى مش مرسي اللي جابه، احنا اللي طلبك يا سيسي بألف خطوة للأمام، وقال لك انزل يا سيسي وكن رئيسي وانقذ بلادك من اللئام. الأمر أمري، الأمر أمري، وانت ابن عمري، الساعة ساعتك وجيت في وقتك، مفيش تراجع، ما بخيركش، انقذ بلادك من الانقسام. رديت وقلت تمام يا فندم، انا تحت امرك والامر امرك، للشعب دايما تعظيم سلام. يا سلام، تعظيم سلام، انا اللي الامر امرك. رديت وقلت تمام يا فندم، انا تحت امرك والامر امرك، للشعب دايما تعظيم سلام. واحنا النهاردة جايين نؤكد على شيء مؤكد الكل شافه في شهر يونيو، الشعب جاوب وكان خروجه أصدق جواب، مش انقلاب مش انقلاب مش انقلاب، ده ثورة حرة صنعها شعب عظيم وأعظم من المغالط ومن المكابر ومن اللي ضل ومن المضل، وصوتنا واصل للسحاب. يا سلام يا سلام. إنما اسمح لي أقول لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إحنا يا ريس، وأنا يعني من زمان بكتب على التويتر بقول رئيس مصر القادم، يعني كنت بوجه له ملاحظات وهو لسه قبل ما يبقى حتى مرشح، وهو تقول أقول رئيس مصر القادم، فأنا حتى دلوقتي بقى رئيس مصر القادم نفسه. بس أنا عايز ألفت نظر الحقيقة، قلت برضو هذا الكلام، إن في كتير من المنافقين والكذابين الزفة وكذا بيحاولوا يتسلقوا، مع انه هو كان واضح جدا وقال انا ما عليهش فواتير لحد، يعني ما حدش يحاول، بمنتهى الوضوح الشفاف، يعني ما عليهش فواتير لحد، فما حدش كسر عيني. فهذا المعنى الحقيقة انا صغته في قصيدة برضو، وبقول لهم ابعدوا عن الراجل، علشان نختم فيها ابعدوا عن الراجل حرام عليكم، وبقول لهم السيسي منكم بريء، يا قطعين الطريق، يا بتوع اسفين يا ريس ويا اتباع شفيق، لا هو محتاج لكم ولا جنسه من جنسكم، هو انتم ما سمعتوش؟ الشعب مش قال لكم؟ لكل اجل كتاب، وجاي ساعة الحساب، كل اللي خانوا البلاد وعاثوا فيها فساد وخدعوا ياما العباد، ولا حتى نهر النير يقدر يبيض وجهكم. سيبوا الرئيس يشتغل على خريطة الطريق، ما تضيعوش الامل في فجرنا المحتمل، ما تثبطوش الهمم وتطهقوا المخاليق، وان كان ضميركم صحي والوجه صار يستحي والعقل قرب يفوق، خدوا جنب جنب الطريق وتسرسبوا بهدوء، السيسي منكم بريء يا اصدقاء السوء، محاولات الالتفاف لن تجدي نفعا معاه ومش هيسمع لكم. نعم، يا سلام. أعزائي المشاهدين، في هذه الكلمات الجميلة لا يسعني إلا أن أشكر في نهاية هذا اللقاء ضيوفي الأعزاء، الباحث حسن مندني، شكرا جزيلا لك. شكرا لك بقى. والشاعر والإعلام الكبير السيد عبد الحميد زرزوق، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. والإعلامية السيدة سهام عبد الغفار، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، نشوفكم إن شاء الله باكر، عفوا نشوفكم إن شاء الله يوم السبت في حلقة جديدة من برنامج وجه لوجه. الله يحفظ الكويت. مع السلامة.